السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم، ومعاكم مستر وائل صبري. النهاردة بنكمل سلسلة المراجعة النهائية على منهج الترم الأول. إحنا خدنا في الحلقتين اللي فاتوا مراجعة على يونت 1 ومراجعة على يونت 2 من أهم الجمل اللي جات في الستودنتس بوك والورك بوك على الفوكابولاري أند جرامر، على الكلمات وعلى القواعد. النهاردة في الحلقة الثالثة معانا بنكمل سلسلة المراجعة دي، وبناخد النهاردة أهم الجمل اللي جات في الستودنتس بوك والورك بوك on يونت 3. وما تنسوش أبنائي وبنات الطلاب، لو استفدتوا من الفيديو ده تدوسوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد مع قناتكم مع مستر وائل صبري. هنبدأ مع بعض. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Question number one. As space teaches people how to play or improve a sport. بيعلم الناس ازاي تلعب وازاي تتحسن في الرياضة. طبعا ده الكابتن هيبقى letter B. هي الإجابة الصحيحة sports coach. Question number two. As space knows how to look inside the body to help people who are ill. ساعد الناس المريضة. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى الجراح. إيه معنى كلمة الجراح من الاختياري اللي جابه عندك؟ برافو عليكم، letter B surgeon. Question number 3. As space does experiments to study and find out about how things work. فالإجابة هتبقى برافو عليكم، letter D scientist عالم. 4. As space helps people or animals that need help. بيساعد الناس ويساعد الحيوانات اللي محتاجة مساعدة. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى letter B charity worker، عامل في جمعية خيرية. 5. As space helps people who are poor، بيساعد الناس الفقيرة sick أو المريضة or don't have home أو اللي ملهاش منزل. دي طبعا الجمعية الخيرية أو المؤسسة الخيرية اللي هي letter، برافو عليكم، letter D charity. Question number 6. The space is the area outside a city. منطقة خارج المدينة. Where there are farms and lots of nature. الإجابة طبعا هتبقى الريف، اللي هي letter A the countryside. 7. A terrible event. حادثة فظيعة. Such as an earthquake. زي الزلزال. ده بنتسمى is a space. طبعا كارثة طبيعية. يعني ايه كارثة طبيعية؟ letter، برافو عليكم، letter C natural disaster. 8. A space is someone who works for no money. ما بياخدش فلوس. To help people، وبيساعد الناس. الإجابة هتبقى متطوع. يعني ايه كلمة متطوع؟ برافو عليكم، letter B volunteer. 9. If you are space of someone, you feel pleased with them. تبقى مبسوط بيهم قوي وسعيد بيهم. This is because you think they are or have done something very good. عملوا حاجة جيدة جدا فانت بتبقى مبسوط بيهم، فده بيخليك بتشعر بإيه؟ طبعا بالفخر. كلمة فخور معناها إيه؟ برافو عليكم، letter C proud. 10. And space is something serious. حاجة خطيرة or dangerous that you need to do. لازم تعملها something. لازم you need to do something about. لازم تعمل حاجة بشأنها. دي طبعا حالة طارئة. يعني كلمة حالة طارئة؟ letter A emergency. 11. Yasser was doing a school project space someone in his family. أخذنا expression تعبير do a school project أو do a project، حرف الجر بتاعها on، برافو عليكم، letter C. 12. Yasser's great grandfather lives in the space where he works on a farm. بيعمل في مزرعة. يبقى بيعيش فين؟ طبعا في الريف. الإجابة رقم C countryside. 13. He was a for the Red Crescent. Red Crescent يعني
يعني منظمة الهلال الأحمر، فيبقى شغال متطوع. يعني كلمة متطوع لتر إيه volunteer. 14 he helped when there was a space or a health problem. هو ساعد لما كان في كارثة لتر دي disaster. 15 ياسر is very space of his great grandfather. قلنا فخور بأجداده أو جده الكبير، فهتبقى proud حرف الجر بتاعها of طبعا لتر سي. 16 my grandmother was born in 1955 and my space was born in 1922. جدتي اتولدت في 1955 وجدتي الكبرى طبعا great grandmother هي اللي اتولدت 1922. 17 when you are older do you want to live in a city or the space. خدنا برضو كلمة الريف letter A countryside. 18 you can only open this door in A or an space. انت ممكن تفتح الباب ده بس في حالة الطوارئ، حالة طارئة emergency letter B. 19 Mona's mother is A or an at the hospital. They don't pay her any money. يبقى والدة منى متطوعة ما بيدفعلهاش فلوس، فهتبقى volunteer letter B. 20 the earthquake was the second space in the city this year. الزلزال كان الكارثة التانية في المدينة letter D disaster. 21 my sister passed all her exams with good marks. أختي نجحت في كل الامتحانات وخدت درجات كويسة. And we are very واحنا طبعا فخورين بيها letter B proud. 22 I always give money to space that helps poor children. انا دايما بدي فلوس للجمعية الخيرية اللي هي letter A charity. 23 space takes in air and helps us to breathe. يستنشق او يأخذ الهواء ويساعدنا ان احنا نتنفس اللي هي طبعا الرئتين اللي هي لتر برافو عليكم لتر سي لانجز. 24 the space tells the parts of our body what to do. بيخبر اجزاء جسمنا ايه اللي تعمله. ده طبعا شغل ايه برافو عليكم لتر اي برين المخ. 25 the space pumps blood بيضخ الدم around the body. ده طبعا وظيفة برافو عليكم letter D heart الآن. 26 this football has no air inside I need a space to fill it. الإجابة طبعا محتاج منفاخ عشان تنفخ الكرة دي، فطبعا كلمة منفاخ معناها letter A bump. 27 Adam fell off his bike and has a big space on his arm. آدم وقع من على العجلة خلاص واتعور on his arm في دراعه. كلمة جرح الإجابة هتبقى letter C cut. 28 Lena's cousin is in hospital with an eye space. عدوى في العين خدناها eye letter برافو عليكم لتر دي infection معناها عدوى. 29 you should space those tomato plants in the garden. انت لازم تزرع الطماطم في الحديقة. كلمة يزرع معناها plant لتر بي. 30 dirty water from a river can space you if you drink it. المية الملوثة من النهر ممكن ان هي تعديك لو انت شربتها. كلمة يعدي معناها برافو عليكم letter D infect. 31 space the meat into small pieces before you cook it. قطع اللحمة اجزاء صغيرة قبل ما تطبخها letter طبعا الاجابة A cut. 32
A space is an event when people try to get a prize. مسابقة منافسة لما الناس فيها بيحاولوا ان هم ياخدوا جوائز. طبعا مسابقة او منافسة هي برافو عليكم letter B competition. 33 you can give money to space to help poor people. حلينا زيها كتير طبعا letter A charity. 34 space for younger people للشباب الصغيرين طبعا دي letter D junior. junior معناها للشباب او لصغار السن. 35 is for a girl or a woman لبنت او لسيدة طبعا ده صفة للبنت او للسيدة هتبقى letter A female. 36 is for older people لكبار السن طبعا لكبار السن هتبقى letter C هي الإجابة senior. senior معناها كبار صفة لكبار السن. ده بالنسبة لأهم الجمل اللي جات على الفوكابولاري on unit 3. دلوقتي هناخد أهم الجمل على unit 3 الخاصة بالجرامر الخاصة بالقواعد اللي جات في unit 3. 37 in 2016 a shark space عمر and he lost a leg. طبعا الكلام هنا في الباست سيمبل في زمن الماضي البسيط، وخدنا ان الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل. طبعا فهنا الاجابه هتبقى letter C attacked مع الافعال المنتظمه بضيف للفعل ed or d or ied على حسب الفعل. وفي افعال irregular لازم انت تكون حافظها كويس. 38 before Samira Musa space in 1952 she was Egypt's first female nuclear scientist. هي كانت اول عالمة نووية من السيدات. فطبعا الاجابة هتبقى كان في الماضي طبعا في الباست سيمبل فتبقى died letter A. 39 in 1995 مجدي يعقوب space a charity to help children with heart problems. فالإجابة هتبقى برضو احنا كل الكلام لو ملاحظين كله في الباست سيمبل فهيبقى الإجابة started letter D. 40 هدية هانم بركات was born into a rich family space 1898. فالإجابة هتبقى letter برافو عليكم letter B N. طبعا قبل السنين باخد حرف الجر N. 41 عمر was 22 a shark attacked him and he lost a leg. هنا هتقول عندما عمر كان عنده 22 سنة سمكة قرش هجمته وفقد رجله فهتبقى عندما معناها برافو عليكم letter C win. 42 مجدي يعقوب was born space 1935 قلنا قبل السنين باخد حرف الجر برافو عليكم letter C N. 43 he then helped people with heart problems space many years لسنين طويلة فبتاخد the expression تعبير لازم تبقى حافظه لسنين طويلة هتبقى letter A for many years. 44 مجدي stopped most of his work as a surgeon a long time space. مجدي يعقوب توقف عن معظم الأعمال بتاعته كجراح منذ وقت طويل طبعا a long time الإجابة هتبقى برافو عليكم a long time ago لطريقة. 45 she helped to look after poor children in Egypt space 1920-1969. هنا لما تلاقي تاريخين موجودين عندك وسطهم كلمة to فلازم بتجيب حرف الجر from 1920 to 1969 فالإجابة هتبقى letter D. 46 are you taller space your brother. خدنا في الكمباراتيف في المقارنة بين اثنين
في short adjectives الصفات القصيرة بضيف للادجكتيف للصفة اي ار، وبعد كده بتجيب كلمة ايوه، بتجيب كلمة than، فالإجابة هتبقى letter B. 47 my uncle space a firefighter but now he is a police officer. My uncle space a firefighter، الرجل مطافي، but now لكن دلوقتي هو ضابط شرطة. فهنا بستخدم حاجة اسمها اعتاد أن يكون. يعني ايه اعتاد أن يكون في الماضي أو يعمل حاجة في الماضي بس دلوقتي بيعمل حاجة تاني؟ خدنا جرامر في القواعد في الباست سيمبل في الماضي البسيط، لما أقول إن حد كان متعود يعمل حاجة في الماضي ودلوقتي بيعمل حاجة تاني بستخدم used to. used to بجيب بعديها الانفينيتيف الفعل في المصدر، فهنا الإجابة هتبقى letter، برافو عليكم، letter C used to be. 48 last year I went to Cairo and space a fantastic museum. فالإجابة هتبقى بتكلم في الماضي فهتبقى الإجابة letter A visited. 49 Dina gave money to a charity but now she does. خلي بالكم من الجملة دي لأنها جملة من الجمل الصعبة شوي. Dina give money to a charity، تدي فلوس للجمعية الخيرية، but now she does، ولكن الآن هي بتعمل كده. يبقى الجملة الأولانية أقول دينا ما كانتش متعودة تدي فلوس للجمعية الخيرية، فلما تيجي تنفي used to، في ناس تحلها used to طبعا غلط، أنا عايز أقول ما كانتش متعودة تدي فلوس للجمعية الخيرية، فلما تيجي تنفي used to فبستخدم didn't use to. didn't use to. 50 طبعا الإجابة هتبقى letter D didn't use to. 50 did حسام حسن space be the captain of the Egyptian football team. did حسام حسن، هل حسام حسن اعتاد أن يكون هو كابتن الفريق القومي المصري؟ فهنا الإجابة هتبقى ما تلاقي did لازم بتجيب الفعل في المصدر، فالفعل في المصدر هتجيب use. طب يا مستر أنا عندي اتنين use، use to اللي هي letter B ويوز بس letter D، هنا طبعا لازم تجيب use to be، تمام؟ فالإجابة هتبقى letter B. 51 space sees a film about the earthquake on TV last night. هنا سؤال في الباست سيمبل في الماضي البسيط، فلما تيجي تسأل سؤال في الماضي البسيط طبعا بتجيب did كفعل مساعد، وبعد كده بتجيب السبجكت، وبعد كده بتجيب الفعل في المصدر، فهنا بجيب الإجابة الصح هتبقى letter A did you see. 52 Egypt's football team spaced the Africa Cup of Nations in 2010. الفريق القومي لكرة القدم المصري عايز أقول فاز بكأس الأمم الأفريقية في 2010، هتبقى letter B 1. 53 my grandfather space football when he was young but he can't walk now. my grandfather عايز اقول كان متعود يلعب كرة لما كان صغير، but he can't walk now بس هو ما بيقدرش يمشي الان، فالاجابه هتبقى برافو عليكم letter B used to play. 54 did علي space to the shops yesterday. هل علي ذهب لشوبس المحلات yesterday؟ فالإجابة هتبقى برافو عليكم letter A did علي go، لأن مع did بتجيب بعديها subject وبعد كده بتجيب لازم الفعل في المصدر. دلوقتي هناخد السؤال الثاني complete the sentences with the correct form of the words in brackets. مطلوب منك ان انت تصحح الكلمة اللي بين الأقواس. question number one Yasser's grandmother، مطلوب منك تصحح use to work in a hospital. طبعا احنا قلنا اعتاد يعمل حاجة في الماضي ما ينفعش اجيب use to، لازم تبقى برافو عليكم used to. question number two before Magda's dad got married he، ومطلوب منك ان انت تصحح not use to live in Cairo. برضو خدنا في النفي
لو حبيت تنفي used to لازم بتستخدم didn't use to، هي الإجابة الصحيحة. Question number three: When my mom، مطلوب منك أن تصحح be a child، she used to play the piano every day. طبعا هنا الكلام كله في الماضي، فلازم تستخدم تصحح verb to be في تجيبها في الباست، فهتبقى طبعا الإجابة was. Question number four: Before I had children I، مطلوب منك ان انت تصحح not used to know how to drive a car، زي الجملة اللي هي في question number two، لما بتيجي تنفي الماضي البسيط تستخدم didn't use to. Question number five: When you were 10، خلي بالك ان هنا الكلام في الماضي، مطلوب منك ان انت تصحح do you use to live in a different house، لما بتيجي تكون سؤال في الماضي هل انت اعتدت على عمل شيء، فبتسألش طبعا بدو، بتسأل بديد، هي الإجابة الصحيحة. Question number six: مطلوب ان انت تصحح used to walk to school، خلي بالك ده question، سؤال، لو حبيت تسأل زي ما قلنا تسأل سؤال هل انت اعتدت على عمل شيء في الماضي، فبتستخدم did وبعد كده بتجيب الفاعل وبعد كده بتجيب use to وبعد كده بتجيب الانفينيتيف الفعل في المصدر، فهتبقى الإجابة did you use to walk to school. Question number 7: Last year I space، ومطلوب منك ان انت تصحح go to Cairo and visited، خلي بالك and visited a fantastic museum. طبعا هنا عشان تصحح كلمة go، الكلام كله في الماضي، visited في الباست، last year السنة اللي فاتت، فهنا التصحيح go هتبقى في الباست simple went. Question number 8: مطلوب منك ان انت تصحح بي حسام حسن the captain of the Egyptian football team، هل حسام حسن كان كابتن الفريق المصري لكرة القدم، فالإجابة هتبقى was حسام حسن the captain of the Egyptian football team. Question number 9: He، مطلوب منك start، صححها، playing chess when he was very little، لما كان صغير جدا، فهنا الكلام كله في الماضي، فاستخدم الباست بتاع start هتبقى started. Question number 10: He met Aunt Reem when he was 20 and they، مطلوب منك ان انت تصحح get married in 1983، فهنا تصحيح كلمة get هتبقى في الباست سيمبل، لأن الكلام كله في الباست سيمبل، فهيبقى got married. Question number 11: In 1990 he، مطلوب منك ان تصحح become the number one chess player in our city، برضو هنا الكلام كله في الماضي، فbecome هتبقى برافو عليكم became. Question number 12: مجدي يعقوب's family travel to many places because his father was an important doctor. برضو هنا الكلام كله في الماضي، فترافل بتخليها traveled، هي الإجابة الصحيحة. دي أبنائي وبناتي الأعزاء أهم الجمل اللي جات في يونت 3، الخاصة بالفوكابولاري، الخاصة بالكلمات، والخاصة بالجرامر على يونت 3. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.